خليني اسال حضرتك برضو عن مانشستر سيتي اللي ليه كتير من العشاق والجماهير اللي بتشجعوا فيه في 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 الشرق الاوسط عموما وفي مصر بشكل خاص. كان في كلام وفي ظل طبعا تراجع الفريق على مستوى النتائج في الفتره الاخيره في كلام كتير وفي اخبار ترددت انه مانشستر سيتي تقدم بعرض بالفعل بقيمه 50 مليون جنيه استرليني لنادي برشلونه عشان يقدر يحصل على خدمات ليونيل ميسي في الميركاتو او في سوق الانتقالات الشتوي اللي جاي. نعم، ما أراه إن نظرنا إلى برشلونة وكيف يقومون بالترتيب أو باستخدام نجم مثل ناينو مثل ميسي، ربما يكون من الواضح أنه ميسي قد يكون الآن حان معاد تركه للفريق، ولكن الاتجاه الذي قد يتوجه التي قد يتوجه ولا ليست محددة الآن، وربما يكون هذا العرض كان بالنسبة لعام 2023، ولكن لست أرى الآن شخصيا سببا لذلك، ولكن أنا شخصيا قد يعني قد أفاجأ إن في من انضمامه لمانشستر سيتي و مانشستر يونايتد، يعني لماذا لن يرغب بالانضمام الى مانشستر، ولكنها قد تكون ليست الحركة الأنسب بالنسبة له او الخطوة الأنسب، وأرى ان ربما لدينا امل اكبر في ان يعني أن كريستيانو رونالدو، وقد أقول تحديدا أن ليونيل ميسي قد ينتهي به الأمر في مانشستر سيتي، ربما ليس في موسم يناير، ولكن على الأكثر إن شاء الله في مع بداية موسم جديد. لوك ماكبريد الصحفي بموقع كينج فوت، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشة الأهلي في السادسة.